قولي لنا ياسمين، الفترة اللي فاتت دي كنت بتنزلي مثلا السوبر ماركت أو حاجة وتلاقي الرفوف فاضية أو إنه في ناس كتير بتشتري حاجات أكتر من احتياجاتها؟ للأسف للأسف أنا كمان في منطقة في مصر الجديدة، فالناس نازلة على السوبر ماركت بشكل مرعب، يعني حتى من قبل ما يبقى من قبل ما يحصل، يعني من أسبوع هو تقريبا تقريبا ده السوبر من ماركت وقت الأمطار السيول اللي حصلت دي والناس من قبلها مخزنة. بالظبط، وده كان مش طبيعي، يعني ده مش مفهوم انتوا هتخزنوا لغاية قد ايه يعني، فدي حاجة حقيقية مزعجة جدا. وامبارح كمان نزلت اشوف الحاجات اللي هجيب الاستخدام العادي اللي هو يكفي اسبوع، حاجات الكحول والحاجات اللي من الصيدليات، الصيدليات المطهرة. فاضية الحاجات دي، كلها ما فيهاش اي حاجة ليها علاقة بالادوات المطهرة خالص. والسوبر ماركت بنفس الطريقة، يعني تلاقي السوبر ماركت كله اللي فيه الحاجات الباقيه ما فيهوش اللي فيه المواد المطهره والمواد الغذائيه والحاجات دي، عليه كميه ناس مش طبيعيه، صح، ده غير من طوابير. اشهر. لا طوابير. والسوبر ماركت الكبيره عمال على طول العربيات اللي بتشحن البضائع الكبيره على طول واقفه قدام السوبر ماركت، ففي ضخ كبير يعني. بس اظن ده لو فضل الناس يشتروا بالمنظر ده، ما السوبر ماركت مش هتقدر تغطي الضغط الكبير من الناس، فحاسه ان ده يعني ما هو لا انت بصي، قلت السوبر ماركتس هتغطي لانه كذا كذا حد كتبوا انه كل احتياجاتكم هتلاقوها موجوده، ولكن الفكره انه الضغط ده لما بيحصل احنا بنسبب زحمه اكتر من اللازم. يعني لو انا بنزل لوحدي وفي حد تاني بينزل لوحده تمام العدد بيكون ملموم، ولكن بتلاقي الاسره كلها مع اولادهم كلهم نازلين يشتروا حاجات من السوبر ماركت، مع بقى كميه الحاجات اللي بيطلبوها فبيقفوا عند الكاشير فتره اطول، فبيحصل فيه عندك زحمة كتير جدا. عندك حق، ومعظمهم مش لابسين كمامات اصلا، صح، دي كارثة. يعني ما صلحناش حاجة، ما عالجناش حاجة، فعلا عندك مظبوط. حق كده.